بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. مشاهدينا الكرام اختار الله سبحانه وتعالى من بين كل هذه الألفاظ والكلمات كلمة اقرأ لتكون أول كلمة تتنزل من القرآن الكريم. اقرأ هي الشعاع الذي انار الدنيا كلها. اقرا للصغار والكبار ولذلك سمينا برنامجنا اقرا تيمنا باول كلمه تتنزل من القران الكريم. برنامج اقرا للصغار والكبار، برنامج اقرا لاطفالنا وحبايبنا في الحضانه، برنامج اقرا للصف الاول الابتدائي برنامج اقرا لجميع المراحل التعليميه لو عايز تاسس ابنك صح فعليك ببرنامج اقرا لو عايز تعلم ابنك اللي فاته في التاسيس فعليك ببرنامج اقرا فاتك التعليم فاتك مرحله التعليم عموما فاتك التعليم او فاتك قطار التعليم فعليك ببرنامج اقرا مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقرأ. آه النهارده آه للاسف الشديد اخر حلقة في المرحلة الأولى عشان عم حسن ما يضحكش. آه اخر حلقة في مرحلة التأسيس تأسيس القراءة والكتابة في مراحل بعد كده اللي هي مرحلة آه التأسيس في قواعد الاملاء والتأسيس في قواعد النحو بس والله يعني لسه ما خدناش موافقة على إزايد لكن أنا مستمر معكم إن شاء الله تعالى في قناة الصحة والجمال آه مشاهدينا الكرام قبل أن أبدأ الأستاذ آه محمد عبد السلام رجل محترم يعني وراجل آه بيتعب في جميع البرامج مش برنامج اقرا فقط يحضر لنا آه صديقه البرنامج ويعني طفلتنا وابنتنا زينه رجب بدري آه من متابعين البرنامج وهي يعني ممكن نشوف صورتها دلوقتي يا استاذ محمد عبد السلام تمام؟ هي على الشاشه دلوقتي زينه رجب بدري احب اقول لها وكل فريق عمل قناه الصحه والجمال كل عام وانتم بخير كل سنه وانتم طيبه يا زينه بمناسبه عيد ميلادك وعقبال مليون سنه كلنا 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 بنبارك لك ونقول لك اجمادي كده في التاسيس واحنا معاك برضو في قناة الصحة والجمال وكل سنة وأنتم طيبة مشاهدينا الكرام نبدأ النهارده النهارده هنحكي حكاية جميلة حكاية توأم حكاية يا معزب عزب صح, صح يا عم عزب في آخر حلقة ده لسه قدامنا وقت طويل هنحكي النهارده حكاية ايه يا جماعة حكاية توأم التوأم, التوأم ده يعني شبه بعض توأم يعني إيه شبه بعض شبه بعض يا حبيبي الناس كلها قدامي هنا مخرجنا الكريم آه مشاهدينا الكرام النهارده هنحكي آه حكاية توأم شبه بعض كلنا كلنا يعني الصغار وكبار بيتلخبط فيهم بنخطأ فيهم آه التوأم ده ما يعرفهوش إلا الطفل الشاطر والبنوته الشاطره اللي تعرف تميز بين التوأم ده النهارده هنحكي حكاية وهنشرح وهنشوف الفرق بين اللام القمرية واللام الشمسية آه، نروح على السبورة ولا بلاش نروح على السبورة يلا بينا يلا بينا مشاهدينا الكرام النهارده هناخد هن... اللام القمرية واللام الشمسية اللام القمرية واللام الشمسية تمام هناخد اللام القمرية م -م. النهاردة أس ابنك صح والأخيرة في المرحلة الأولى النهارده المرحلة الأولى من التأسيس <applause> تمام؟ هناخد اللام القمرية وليه؟ واللام اللام القمرية اللي هي ال القمرية وإيه كان يا حضرات ال إيه الشمسي إيه بقى حكاية اللام القمرية واللام الشمسية عايزين نعرف حكايتهم إيه؟ عايزين نعرف عايزين نعرف اللي احنا هنميز بينهم إزاي؟ هنعرف دي يعني إيه لام قمرية ويعني إيه لام شمسية؟ لها الأول شروط عشان نعرف نصلحها ان دي لام قمرية أو شمسية لها شروط لها إيه؟ أربع شروط عشان نعرف ان دي اصلا تبع اللام القمريه ولا الشمسيه عشان في كلمات ما فيهاش لأ فيها الف ولام وما مش تبع اللام القمريه ولا الشمسيه تمام كده؟ اللام القمريه والشمسيه اسمهم ايه؟ ها؟ التعريف، احنا بنعرف الحاجه زي كتاب، الكتاب، مصحف، المصحف، ذكي، الذكي، شجره، الشجره، الالف واللام دي بتعرفنا ان الحاجه دي معينه، معلم يبقى معلم وخلاص ما احناش عارفين مين، اما المعلم كده المعلم يبقى تعريف، في الف ولام، والالف واللام دي تعالى نعرفها اسمها ايه؟ لام قمريه ولام شمسيه. تبقى ايه؟ لام قمريه ولام شمسيه. يلا معانا يا عم عزب؟ يلا يا عم عزب. أول حاجة فيهم شروطهم ايه عشان نعرف إن دي لام قمرية ولا لام شمسية مش أي لام تانية؟ أول حاجة شروطها ايه؟ الشروط بقى. الشروط اهي. ماشي؟ عشان نعرفهم الأول عشان نتعرف عليهم. نتعرف عليهم إن دي لام قمرية ولا شمسية، في لامات تانية كتير. تمام؟ أول حاجة يا عم عزب هم. تأتي فين؟ تاتي فين يا عم عزب يا جماعه النهارده الحصه دي للكبار والصغار يعني مش للصغيرين بس فانا هشرح باستفاضه شويه علشان الكبار يفهموا الحاجه دي تاتي في اول الكلمه تاتي فين يا عم عزب في اول الكلمه يعني في ال او في لام ممكن تيجي في وسط الكلمه او في اخر الكلمه اه تيجي عادي خالص نهائي بس مش اللام بتاعتنا للقمريه ولا الايه ولا الشمسيه زي ايه مثلا كده يا معذب؟ زي مثلا لو قلنا مثلا آمال دي في اخرها الف ولام ولا في الف ولام هنا ولا لا يا معذب؟ في ايه؟ في الف ولام اهو؟ لا يبقى دي مش بتاعتنا. خلاص كده؟ عشان اول واحد ما يشوف الالف واللام ويقول لك تدريب كده صنف الكلمات طلع لي اللام القمريه والشمسيه تيجي كاتب لي ما هي يا استاذ فيها الف ولام اهي اقول له لا اول شرط في اللام القمريه والشمسيه عشان نعرف نطلعهم الاول كده لابد تاتي في اول الايه الكلمه زي ايه ها زي ايه كده يعني دي غلط زي ايه مثلا معلم المعال يبقى دي صح يا عم عزب تمام كده تاتي في اول الايه الكلمه اهو اهو يا عم عزب تمام كده خلاص كده ده اول شرط خلاص حفظناه ماشي يا عم عزب تاني ايه حاجه يا عم عزب تاني ايه تاني حاجه ايه عشان نعرف ان دي لام اصلا قمريه وشمسيه ولا لا ولا لمات تانيه هم؟ تاتي في الاسماء فقط ده برضه الناس الكبيرة عشان طبعا الأطفال إيه؟ يعني مش هيعرفوا دلوقتي فعله واسمه وكلام من ده، أنا بشرح للكبار كمان. حسن خطي؟ ماشي يا عم عزب. <applause> عم عزب بقول حسن خطي، حاضر. تأتي فين؟ في الأسماء فقط. أنا برضو بشرح للكبار والصغار. مم. أول شرط فيها إن هي إيه؟ في أول الكلمة. تاني شرط ومهم جداً في الأسماء فقط، يعني ما تيه؟ يعني ما تجيش في الأفعال. يعني إيه مثلاً؟ يعني ممكن تلاقي مثلا ايه بصوا في اول كلمه اهو برضو التقط تمام التقط اهي التقط واحد أه... التقط شيء وفيها اولها الف ولام اهي في شرط اولاني اهو اول الكلمه الف ولام لا يا استاذ بس ده فعل ما ينفعش لابد يكون فين؟ يكون في اسم تمام؟ زي مثلا كتاب الكتاب اهو يبقى ده صح يا استاذ تمام كده؟ تالت شرط ايه يا عم عزب؟ معايا ولا مش معايا؟ تالت شرط يا عم عزب تالت شرط في ال في اللام القمريه والشمسيه عشان نعرف ان دي لام شمسيه ولا قمريه ولا لا ولا لامات ثانيه الهمزه ال دي ماشي بدون ايه؟ الالف ده اهي بدون همزه اللي هي ده اهي يبقى ما فيهاش همزه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش همزه الالف ده اهي بدون همزه عشان نعرف ان هي برضو قمريه ولا شمسيه بدون ايه؟ همزه زي مثلا مثالا يا عم عزب العاب اهي اسم اهي تمام ده اسم وفي اول الكلمه الف واللام اهو صح ولا لا؟ لكن الالف دي فيها ايه؟ فيها همزه تمام كده؟ يبقى دي مش ايه؟ مش بتاعتنا عشان ما تروحش اقول لك صنف الكلمات اختار لي او شوف الكلمات ديت فيها لام قمريه ولا شمسيه اقول لك كاتب لك العاب تختار الالعاب يا استاذ ما انت قلت لي اسم اهي اسم اهي وقلت لي يا استاذ ان هي في اول الكلمه في اول الكلمه اهي انت حت يعني هتجننا ليه يا استاذ هقول لك لا في شروط ثانيه الال دي الالف بتاعت ال ما فيهاش همزه فاهم يا أقول لك ايه انا عارف انت بتخطا كتير لسه بدري ها فوق معايا ماشي <applause> تمام كده واخر حلقه بقى <applause> ماشي تمام كده كله عارف ايه ولا ايه اعيد تاني اعيد تاني وصل تمام كده تمام رقم ثلاثة الال او الهمزه بتاعت الالف ما فيهاش همزه تمام كده اهي دي من غير همزه لو بهمزه هم؟ عاوز تقول لي قولي عادي احنا في الحصه على فكره عادي اي حاجه قول لي عليها مش مشكله يا جماعه اي حد في الكنترول اي حد في الاستوديو انا معاكم كانكم طلبه تماما تلامستي تمام. مفيش اي مشكله خالص نهائي تمام كده؟ رابع حاجة إيه بقى؟ أفضل. وآخر حاجة، مم؟ قول. طب قول حاجة أنت. جدا. يعني في أساتذة معانا هنا يا حضرات، يعني أنا ما بحبش أه يعني كده، في أساتذة تدريب آه خريجين إعلام، ومع ذلك مش عارفين الحاجة دي. ليوم. تمام كده؟ <تصفيق تصفيق> أيوه عشان عشان تسكت <دسقت> خالص. ماشي؟ <تص... <applause> آه يا جماعة رابع حاجة، رابع حاجة، الـ دي زائدة، دي الال دي ايه اسمك اسمك ايه حضرتك اسمك ايه ماشي زياد يا زياد ال دي زايده زايد عن الكلمه يعني ايه زايد عن الكلمه يا استاذ يعني ايه زايده يعني لو شلناها ما بتاثرش في الكلمه لو زي... لو شلناها ما بتاثرش في الكلمه تمام كده يعني مثلا مثالا مثالا قلنا مثلا يا عم عزب ماشي مثلا قلنا رجل اهي الرجل مثلا الرجل لو شلنا الالف واللام دي يا عم عزب كده الله ينور عليك يا حبيب وليديك رجل اثرت في كلمه هم اثرت في كلمه ما اثرتش في الكلمه تمام كده يبقى دي اللام بتاعتنا اللي احنا عايزينها اللي هي اللام الايه القمريه او الشمسيه اللي هي شروط الاربعه عشان تعرفها اصلا ان هي قمريه ولا شمسيه لابد من الشروط الاربعه دول تمام كده مثلا في كلمه هي مثلا عشان برضه الناس ايه تاخد بالها معايا يا عم عزب هكتبها اهي مثلا كلمة ألعاب مثلا تمام وأنا مانيش عارف إن هي دي ايه قمرية ولا شمسية ولا حاجة تمام كده أعمل ايه أشيل ايه هم؟ أشيل إيه ألف ولام كده عاب في حاجة اسمها عاب لا تمام كده تمام يبقى مش بتاعتنا طب مثلا كلمة ألبان مثلا لو شلنا الألف واللام ديت هتبقى بان هتبقى إيه؟ بان هتنفع؟ يبقى يبقى الشروط دي مهمة جدا في اللام القمرية والشمسية يا حضرات أربع شروط تأتي في أول الكلمة تمام كده؟ تأتي في أول الكلمة مش في آخر الكلمة ولا في نصها تأتي في الأسماء فقط ما ينفعش في الأفعال تاتي ال ال الالف بتاع الال بدون همزه ما فيهوش همزه تمام كده الرابع حاجه والاخيره قال دي زايده عن الكلمه يعني لو شلناها ما بتاثرش في الكلمه خالص تمام كده حضرات كله تمام نقول تاني والله عيد للصبح انا عندي الساعه عيد للصبح تمام كده يا عم عايز اقول لا كفايه كفايه بص تمام كده تمام ندخل بقى ايه على اللام الايه القمريه بقى تمام كده يا عم انا قبل ما امسح المفروض يا عم عزب كنت خدت لقطه كامله ليهم مش عارف انا هشتغل لكم ايه مخرج كمان استاذ <applause> محمد كيلاني مبدع النهارده حضرات تمام كده دي ايه يا حضرات اسمها ايه؟ لام القمريه يا عم عزب احنا قلنا في شروط الاول في شروط في اي كلمه والمفروض تكون حفظتهم انت معايا ولا مش معايا؟ هو اخر حاجة ماشي استاذ مينا معايا مركز تمام كده حضرات يبقى عاوزين نعرف بقى احنا خلاص عرفنا شروط عامه على اللام القمريه والشمسيه تمام كده عايزين نعرف اللام القمريه نطلعها ازاي صح كده عايزين نعرف اللام القمريه احنا خلاص عرفنا شروط عامه بس لحد دلوقتي ما عرفش ان دي قمريه ولا شمسيه انا عرفت ان دي ال وقمريه او شمسيه بس ما عرفتش احدد ان دي قمريه ولا شمسيه تمام كده حضرات اول حاجه عشان اعرف اللام القمريه هم. لام القمرية يا مينا لام القمرية تكتب وتنطق يعني ظهرة في اللفظ وأنا بنطقها لام القمرية ها. تكتب و يلا تكتب و تكتب و الله ينور عليك يا حبيب ولي. أنا عايز الناس حتى صوتها يطلع ما فيش مشكلة مخرجنا أنا عايز الناس تتفاعل النهارده آخر حلقة تمام تكتب و ايه تكتب ها وتنطق تكتب و يلا يا حبيبتي يلا ها تكتب وتنطق تكتب و تنطق يعني بمعنى صح تظهر في اللفظ تظهر في صوت الكلمة وأنا بقولها تظهر في اللفظ يعني تكتب وتنطق تكتب وإيه؟ ده مين دي؟ اللام القمرية تمام كده؟ تاني حاجة إيه يا حبايبي حلوين يا مقطقطين؟ هم. تكتب و تنطل. شوف انا بقول ايه شوف شوف القطار الحب الحنين تمام كده <applause> يلا يا محمد عبد السلام آه لا أرو شوف ده خطا فادح دلوقتي وقع في مخرجنا الكريم العظيم ماشي العالمي الإيه؟ ايه ها قال إيه؟ يلا اقول كده ثاني لا اقول الرومانسي طبعا ده خطا فادح وفي اعلاميين كتير بيقولوا كده الرومانسي الرومانسي الراي حضرت من الحروف الشمسيه ما تنفعش ال ما انطقش اللام فيها الرومانسيه تمام كده كيلاني تبقى الكيلاني بقى شوف شوف الكيلاني ال نطقت اللام تكتب وتنطق ال الكيلاني تمام كده شطور برافو عليك يا محمد الكيلاني يلا تعلمت حاجه النهارده اهو يلا تكتب وتنطق ال 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 بنطقها اهو تمام كده اللام عليها ايه دائما ايه يلا يا معزب ساكنه يعني ايه ساكنه يعني عليها ايه عليها سكون يبقى تكتب و واللام دايما عليها ايه تمام كده تمام يا عزب حسن ومينا لا هو مش العزب دي <applause> يلا كده يا حبايبي حلوين مقطاطين يلا يا حسن يبقى اول اول حاجتين ايه تكتب تظهر في اللفظ تمام كده ما تيجوا كده احسن كده عشان بصص لكم تمام كده لا والله بجد يبقى حاجه يعني شيء كويس يا اساتذه والله حقيقه بجد الناس هنا كبار وقاعدين يعني لا تتخيلوا مدى حبهم للحصة تمام كده؟ ماشي بقول خلص بسرعة تكتب وتنطق اللام دائماً ها؟ اللام القمر دائماً إيه؟ ساكنة تمام كده؟ تالي حاجة تالي حاجة معزة بإيه؟ قول يلا الحرف ها؟ الذي يأتي بعدها إيه؟ ها؟ يكون ايه؟ يلا قول ها؟ حد يقول لي كده؟ انها طبعا هنا عظيمه ماشي ورائعه الحرف الذي ياتي بعدها دائما متحرك يعني ايه متحرك يا استاذ؟ في ناس سالتني دلوقتي يعني متحرك؟ ماشي؟ اقول يا يعني عليه فتحه أو كسرة تحته كسرة أو فوق ضم إيه رأيك يا عم عزب؟ دول تلات شروط إيه؟ أساسيين في اللام القمرية تلات شروط يلا كده يا عم عزب هاتهم كده ثلاث شروط أساسيين أول حاجة تكتب و تظهر في اللفظ تكتب و ماشي ثاني حاجة اللام القمرية دايما إيه؟ ساكنة عليها سكون كده بقول لك ايه انا اللامي القمريه ايه سكون منورة حواليا المهم اه قمر منور حواليا عشان مش حافظه ما بحبش الاغاني بالطريقه ديت انا بحب كده تمام كده يا جماعه تكتب و تنطق اللام الد... اللام القمريه دايما ايه ساكن عليها سكون الحرف الذي ياتي بعدها دائما يكون ايه متحرك يعني متحرك يا استاذ يعني يا فاتحه يا كسره يا ضام خلاص حفظت يا عم عزب انا عايزك تحفظ والله العظيم هبص هسالك أ... بعد الحلقه ماشي تمام كده خلاص يا ايمن مينا لا بجد يعني ركز تمام كده اه في حاجه بقى انتوا نسينا الحروف اللام القمريه رابع حاجه بقى هكتبها هنا اهو اكتبها تحت هنا ينفع <applause> أربعة اخر حاجه اهي ولا تزعل يا عم ماشي ماشي يا عم عزم عم عز منبهر ومبسوط النهارده <applause> حروف اللام الايه حروف اللام القمري أو الحروف القمرية هي إيه يا عم عزب؟ مجموعة في كلمة في جملة يعني جحا فك مخه وقع مجموعة في الإيه؟ في الجملة دي بس أنا مش بحب يعني ناس بتحبها كده وأنا مش أنا بحبها أكتبها عشان الطفل يحفظها تمام كده؟ في جملة جحا غبي فك مخه وقع تمام كده الحروف دي حروف لام ايه القمريه اكتبها يا معذب اهي تمام اكتبها بالاسود اهي جوحة مه. جوحة غبي مه. فك فك ايه فك مخه هم وقع تك ايه يا عم عزف في ايه؟ ماشي حلو كده؟ انا هكتب فوق بعد كده بس يعني عشان بس ايه؟ تمام؟ هم. يبقى الحروف دي الحروف دي يا حضرات يا استاذ الحروف دي في مشكله؟ الحروف دي حروف اللام القمريه اهي جحا غبي فك مخ وقع ده يا حضرات الحروف اللام الايه؟ القمريه هكتبهم لكم كده اهي الحروف ال... هتعرف تجيب يا معذب اهي الحروف القمريه اهم حاجه السبوره يا معذب سيك من أنا خلاص كده الحروف القمريه هرتب لكم ترتيب حلو وجميل ولذيذ اول حاجه بصوا كده اول حاجه ايه الالف والايه قول يا الالف والباء ما اسمهاش ب اسمها باء ده انا بقى لي 35 حرف <applause> انا بقى لي 35 حصه عمال اشرح لك يا عم عزب تقول لي ماشي الف وباء بص يا عم عزب وايه تاني؟ جيم حاء خاء عشان احفظهم بالطريقه دي الف والباء والجيم والحاء والايه؟ والخاء معايا ولا مش معايا؟ يعني, يعني خليك معايا شويه ماشي والعين والايه؟ العين والايه؟ والغين والقاف والايه؟ والفاء والايه؟ والفاء والقاف مم. ايه تاني؟ خلي وقع هنا كده عشان من ايه؟ عشان هيكتب لتحت بص يا عم عزب بقى خليك معايا الف والباء والجيم والحاء والخاء والعين والغاي مم. والفاء والك... والقاف ماشي او القاف والماشي فاء قاف خلاص ايه تاني هم. الكاف ايه تاني بتقول معايا الكاف الله ينور عليك يا حبيب والديك الميم ها والهاء اسمها واو والواو ها والايه الياء وحش كده ليه اللي هو وحشه كده دي بص يا حبايب حلوين اهو اهو تمام كده يلا لقطه كده معذب عليهم يلا كده عاوز تاخدها من فوق لتحت كده ماشي عاوز تاخدها يا بني يمين ماشي حسن المخرج اقول لك اصور <applause> انا يبقى الحروف القمريه الف والباء جيم والحاء والخاء العين والغين الفاء والقاف الكاف والميم والهاء والواو والياء عايز اكتبهم لك كده تحت تاني كده اهو اه كف كاف وميم هم؟ وايه والهاء والواو هم؟ والياء اه كم حرف يا عم عزب لا ما تعدش كم حرف 14 حرف هما اتخنقوا الاتنين اللي هم اتخانقوا الاثنين اللام القمريه والشمسيه فقعد مين عم عزب بينهم كده وقعد يحكم بينهم وقال ايه وقال لا لابد نقسمها بالعدل انت يا لام يا قمريه هتاخدي 14 وانت يا لام شمسيه هتاخدي ايه 14 الحروف 28 حرف كل لام هتاخد كام حرف 14 حرف تعالى عد معايا كده ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 وللامر الحروف دي تتحفظ ال 14 حرف ابنك يعرفهم تماما ويحفظهم تماما وقبل الصبح تسمعهم له قول له حروف اللام القمريه ايه؟ هيقول لك دول ليه بقى؟ آه الشروط دي مش موجوده مثلا والكتاب مش متشكل مثلا الوقت هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيفضل يعيط بقى يقول مش عارف اللام القمريه فين ولا الشمسيه فين؟ لا يبقى هو عارف اصلا حافظهم حافظ الف يلا تاني الف يا يعني عذب الف باء جيم حاء خاء عين غين فاء قاف كاف ميم هاء واو ياء تمام كده؟ ده حروف اللام القمريه. أول ما تشوف أي حرف فيهم كده إيه؟ هتقول يا أستاذ دي لام قمرية على طول. أول ما تلاقي أول كلمة أل وبعدها أي حرف من الحروف دي يبقى دي لام قمرية على طول. بس شرط مع الشروط اللي إحنا خدناها من شوية. تمام كده؟ تمام ما ينفعش بقى اهي على عين مثلا العاب العاب ما بعدها عين حروف اللام القمريه بس في شروط اللي احنا قلناها الاربع شروط اللي احنا قلناها تمام كده العاب على همزه ولو شلناها الله ينور عليك يا حبيب والديك ايوه كده اللام القمريه كده تمام تمام كده تمام عايزين ننطقها بقى يلا ننطقها مع الحروف يلا يا استاذ محمد عبد السلام استاذ محمد بن عبد السلام يا ريت نجيب صورة اللام يلا سورة حروف اللام اللام القمريه مع الحروف جميعها يلا معايا ولا مش معايا؟ شاطر حبيب والديك ايوه كده قدامنا دلوقتي حضرات يلا ننطق مع بعضنا كلنا يا حبايبي يا حلوين يا مقططين يلا دي ايه؟ حروف اللام القمريه الف باء جيم حاء خاء عين غين فاء قاف كاف ميم هاء واو ياء تمام كده يلا ننطق كده الالف الالف مع اللام يلا ننطقها الأ لو الالف عليها فتحه يبقى الأ بعدها ايه ال اي شوف اللم نطقناها اهو ال ال ا الاعمال ال ال الاحباب تمام كده يلا الالف كسره ال -إ. الاي زي الايمان الاسلام تمام كده ال ال اللام اتنطط يا حضرات طيب ده حروف اللام القمرية ال او الاجره ماشي ال ها ال او طب الباء مع اللام القمريه الباء زي البقره ماشي البي البئر تمام كده البو البومه تمام كده يا حضرات ماشي آه حرف الجيم الجا الجي الجو الجمل الجرو الجروب أل مثلا تمام كده الحاء الحاء الحي الحو أل 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 وهكذا يا حضرات هقولهم تاني كلهم كده الا الاي أل الاو البا أل البي البو الحاء الجا الجي الجو الحا الحي الحو الخا الخي الخو العا العي العو الغا الغي الغو الفا الفي الفو الكا الكي الكو الما المي المو الها الهي الهو الياء، الي اليو يلا يا اساتذه كده كله كتب ورايا يلا شكرا يا استاذ كيلاني تمام كده كده حروف اللام الايه اللي خدناها دلوقتي اللام الخمر ال ها سمعناها كتبناها وسمعناها ونطقناها تمام كده تمام هقول كلمه دلوقتي كده هكتب كام كلمه وطلعوا طلعوا لي اللام الايه فيها شوف اللام الخمريه مين فيها ماشي يلا مثال اهو صنف اهو الكلمه يلا كده مين 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 اسمك ايه ماشي يا حسن هنصنف الكلمات هنكتب الكلمات وتختار لي انت اللام القمريه فيه حلو كده هنا كده هكتب لك الكلمات اهي وهنا اللام القمريه في ايه يا معزه ماشي يا اسد ماشي يلا يا اساتذه كده اكتب كمان كلمه كمان اهي ماشي يلا يا معزب يلا كده يا حبايبي حلوين اقرا اقراوا لي كده اول كلمه الحرب العاب التاريخ المدرسه انا عايزك تكتب لي الكلمه اللي فيها لام قمريه هنا في الجدول ده يلا كده اقول اول حاجه ليه قول لي ليه؟ الله ينور عليك ها وايه تاني؟ الله ينور عليك قال ايه يا جماعه؟ حسن قال اول حاجه ان فيها الف ولام في اول الكلمه وقال اللام في عليها سكون نطقناها تمام كده وايه تاني؟ والحرف اللي بعدها حرف حروف اللام الايه؟ كان في الطبيعة والفن جمال بكل أنواعه وطبعا في البشر وعلشان تستمتع بالجمال لازم يكون عندك صحة أكل سليم رياضه وشويه اهتمام هو ده مفهوم الصحه والجمال صنف الكلمات صنف الكلمات قلنا كتبنا الحرب والعاب والتاريخ والمدرسة وقلنا عايزين نطلع من هذه الكلمات الكلمات اللي فيها لام قمرية حسن حسن قال لنا الحرب كلمة فيها لام قمرية قلت له ايه؟ قال لي أول حاجة بدأت بألف ولام اسم مش فعل اللام عليها سكون الحرف اللي بعد اللام من حروف اللام القمرية ومتحرك كل الشروط قالها لي تمام كده؟ والألف كمان ما عليهاش همزة. قال لي كل الشروط وقال لي اخترتها عشان كده، ما قالش اخترتها وخلاص هي شكلها كده بتدي على قمريه، لا. اخترها لي عشان فيها شروط وحفظ الشروط من ورايا. تمام كده حضرات؟ أنا بحب العيال أو بحب الأولاد المركزة، برافو عليك. تمام كده؟ يلا مين يا مينا بقى؟ مين؟ قولي بقى كلمة تانية كده في ألام قمرية. يلا اختار لك كلمة تانية، الحرب والعاب والتاريخ والمدرسة. نعم؟ برافو عليك يا حبيب والديك. الأستاذ مينا قالت التاريخ التاريخ ما نطقناش اللام يا حضرات شوفوا هو قال لنا كده ما فيش مشكلة احنا بنتعلم ده مش لام قمرية ليه يا حضرات؟ أولا التاء مش من اللام القمرية اللي 14 ح ال 14 حرف ثواني يا أستاذ محمد ان نعد واحدة واحدة التاريخ مفيش مينة ما فيش مشكلة مينا ما تزعلش احنا كلنا بنخطأ واحنا جايين نتعلم هنا تمام كده؟ ماشي <applause> والله مش بسايح لحد والله <applause> بص 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 هو اللي اختار التاريخ والله نعمل ايه بص كده ايه حضرات التاريخ يا اساتذه والله ما فيها اي حاجه على فكره على فكره في اساتذه اعلاميين اساتذتي يعني الاعلاميين والله بيخطأوا اخطاء فادحه ما فيش اي مشكله خالص نهاية يا جماعه كلنا بنخطئ ونصيب بس احنا احنا جايين نتعلم احنا جايين نتعلم احنا جايين هنا ليه عشان نتعلم صح ولا لا يلا حبايبي حلوين مقطقطين ومينا قاعد الحصه كامله عشان يعرف حاجه فانا والله مبسوط مش زعلان بص يا مينا التاريخ حرف التاء حرف التاء اولا اللام دي ما نطقناهاش التاريخ ما نطقناهاش تمام كده غير كده الحرف التاء دي مش من حروف اللام الشمسية القمريه من حروف اللام الشمسيه التاء مشدده مش متحركه بس شوف مش ولا شرط فيها مش ولا شرط في اللام القمرية خلاص كده تمام كده يلا شوف حاجه ثانيه بغيره مش عارف تزعلان ليه ومبوز ليه والله ابدا يعني ما تزعلش انا عارف ان زمايلك واصحابك الصنطاطين المقطاطين هيزعلوك بعد ما تطلع من الحصه لا ما تزعلش يلا عشان نديك جايزه بقى يلا يا ز... <applause> مش قصدي على كده انا قصدي على مين قفل خالص صنف الكلمات يلا يا استاذ محمد كيلاني طلع لي انت كلمه كده بقى الهدى مثلا ده بيقول الهدى ما فيش كلمه هنا خالص اسمها الهدى استاذ محمد كلاني يا جماعه طلع لي كلمه مش من هنا خالص صح مين قال لك يلا يا حسن مين قال المدرسة؟ المدرسة. دي ازياد طلع لي كلمه من هنا كده المدرسه المدرسه ليه يا ازياد ايوه الله ينور عليك بصوا الله ينور عليك اختار ليه المدرسه ماشي زياد اختار المدرسه بالرغم ان عارف ان مينا غششه بس هو مينا قال ايه طالما دي يبقى دي <applause> يبقى المدرسه المدرسه ال شوف اولا الالف واللام جت في اول الكلمه اللام اتنطقت اللام اتنطقت تمام كده والحرف اللي بعدها من حروف اللام القمريه اللي هو الميم المدرسه تمام كده طيب في كلمات ثانيه ولا ما فيش خلاص كده؟ بسم الله ما شاء الله، ناس رائعين هنا، حلو كده؟ احنا خدنا دي خلاص، م? وخدنا دي خلاص، طب ما خدناش دي ليه؟ ما خدناش العاب ليه؟ ما هي أول ألف ولام وفيها وحرف اللام اتنطقوا. الله ينور عليك، الهمزة، ولو والألف ولام دي مش زيادة تبع الكلمة نفسها، برافو عليك. يبقى دول لأ. تمام كده؟ يبقى الحرب والمدرسة. برافو عليك يا حبيب والديك، ومين هاردك، هجيب لك تطبيق ثاني دلوقتي. هيبقى اليوم عليك ان شاء الله <applause> يلا. بص يا اساتذه في تدريب صوتي كده حضرات عارفين تحليل الكلمات لمقاطع صوتيه عايزين نكتب عايزين نكتب كلمه فيها لام قمريه ونعرف ازاي نحللها لمقاطع صوتيه لو في حضرات اي كنترول لو فيه مخرجنا الكريم لو فيه اي مداخلات عشان اطفالنا واحبابنا واولياء الامور يعملوا مداخلات معانا ويحلوا على الهواء كده زي الاستاذ أه مينا نرحب بيه يلا يا استاذ مينا يعني ايه نحلل الكلمه لما الصوتية صوتيه يا مينا؟ يعني ايه نحللها؟ من أطحها اجزاء نقطعها حتت كده اجزاء ماشي الجزء ده لوحده نعرف ننطقه تقطع لوحده نعرف ننطقه تعالوا نشوفها كده ايوه مثلا احنا قلنا دلوقتي هم. حد ينطق الكلمه دي كده الله ينور عليك ننطقها واحده واحده ادي الألفة اهي ما تحطش عليها همزه تمام بس الال تعريف دايما 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 نقول ا مفتوحه ا آه. ما ينفعش اي ا الال قمريه او شمسيه دي يا جماعه دايما ال دايما الالف دي ا آه. ننطقها ا آه ا آه. تمام كده بس ما نحطش عليها همزه عشان بعد ما تكبروا شويه هقول لكم ان دي الف آه ايه آه او همزه واصل خلاص كده لما تكبر شويه تمام كده ال ال اهو ال ال تمام كده ال ال اتنطط اهي المعلم ال مو ال الف لام ال مو ضمه مو المو عين فتحه ع ع لم شدة وكسرة المعلي من ضمة مو المعلم مو أولياء الأمور ملي ابنك بهذه الطريقة هو تقول له تكتب المعلم والله ما هيكتبها واحدة واحدة قول له يا حبيبي مش مستر محسن علمك ال يكتب ال هيكتب قال ال كده هو هتكتب الهمزة دي ال تعريف زايد على الكلمة ال اهو تمام كده واكتب معلم ما جنبها سهلة بقى تمام طيب كده عايزين بقى نحللها لمقاطع صوتيه احنا فاكرين تحليل المقاطع الصوتيه طيب يعني ايه نحلل المقاطع الصوتيه هنقطع الكلمه مقاطع صغيره صوتيه انطقها كده ال شوف 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 ال مو عل لي مو شوف شوف النطق ازاي زي ما بنطقها اكتبها احللها مقاطع صوتيه يلا كده الحرف المتحرك لو ما بعدهوش سكون ولا بعده مد بيكتب ايه بيكتب لوحده تمام ادي ال شوف شوف مع بعض اهو ال بعد السكون بص آه. قاعده خدوها دايما كده اللام القمريه 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 اول مقطع هي بس حرفين تمام كده اللام القمريه في التقطيع بتكتب لوحدها ال الف لام اهو واقطع على طول عشان دبدا. عشان تاخدوها قاعده على طول اول ما تشوف اللام القمريه تكتبها الاثنين مقطع واحد وتدي ايه؟ قطع. على طول وش كده على طول. تمام كده؟ ال اللام الشمسية يبقى ثلاثة. ثلاث أول مقطع ثلاث حروف، خلاص كده؟ اللام القمرية أول مقطع حرفين. ال أنا بنطقهم بنطق الألف لوحدها ولا اللام معاها؟ أهي ال يبقى أحطها مقطع صوتي. طيب بعدها إيه؟ الإيه؟ الميم، صح؟ طيب الميم دي بعدها سكون؟ لا بعدها مد لا يبقى تكتب لوحدها تمام كده بعدها ايه عين فتحه صح اهي عين فتحه بس العين الفتحه دي بعدها حاجه ها حد يعرفها بعدها لم مشدده يعني ايه الله ينور عليك يا حبيب والديك اهو تمام كده يبقى الحرف الساكن مع مين مع اللي قدامه في التقطيع على طول ما الحرف اللي قبله على طول اهو المعل اهو واقطع بعد اي حرف ساكن اقطع تمام كده؟ اهو المو شوف شوف عل لام كسره بقى لي لوحدها ما فيش بعدها سكون ولا بعدها مد شوف بقى اللي بعدها ايه؟ هم؟ بعدها ايه؟ مو يبقى الحرف الساكن مع اللي قبليه الحرف المد مع الممدود تمام كده ال مو عل لي مو كم مقطع كده مينا كم مقطع كم مقطع صوتي ده الله ينور عليك يا حبيبي وليديك تمام كده كده خدنا خد بالنا استاذ محمد الشاهد بيجي ومتابع بسم الله ما شاء الله هكتب له كلمه كده ويحللها مقاطع صوتيه علشان البنت فاطمه اسمها ايه إسماعيل ايه البنت؟ الأستاذة غادة غادة، يعني الأستاذة غادة إن شاء الله آه يعني آه إن شاء الله أنا اللي هأسسها إن شاء الله تمام طيب كده؟ برغم إن هو أزهري بس أنا أفضل منه <applause> في التأسيس مش حاجة تانية تمام <applause> طيب كده؟ أستاذ محمد مش أنا, أنا عشان أنا عشان هوحشكم بعد كده <applause> عشان هوحشكم فانا يعني براحتي خلص الحصات مش حد ايه اسمها زي ايه زي لا لوم عليها او حاجه مفيش ملامه يعني تمام كده هنكتب كلمه كمان يا جماعه هنكتب كلمه كمان عشان الناس ايه عشان الاستاذ محمد الشاهد والاستاذه ام غاده تمام كده يلا آه هنقول مثلا ايه آه حد يحلل لي دي مقاطع صوتيه كده يلا حد لي الاول كده <applause> ال واحنا قلنا ال طالما قمريه يبقى نطقناها ال حرف اللي بعدها حرف من حروف القمر اللام القمريه هي قاف احنا حفظنا خلاص الحروف قاف اهي القاء متحرك كمان اهو القاء نون فتحه نا القناء بعدها مد بالالف القناه تاء مربوطه تو القناة تو تمام كده عاوزين بقى نحلل المقاطع الصوتيه كده سريعا سريعا يلا ايه لوحدها الله ينور عليك يبقى اللام القمريه حضرات استاذ محمد الشاهد ابو غاده ماشي قال لنا ان قال لام قمريه منقطع على طول تمام الله ينور عليك يا حبيب والدي القاف بقى لوحدها ما فيش بعدها لا مد ولا بعدها ايه سكون يبقى مقطع لوحده النون بقى حضرات بعدها مد بالالف يبقى الاثنين مع بعض القناة والتاء المربوطة لوحدها القناة تو. كم مقطع؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام كده؟ استاذ محمد بالنسبة للوقت على فكرة الوقت ممدود تمام كده؟ تمام؟ لا لا كفاية كده عشان بس نبقى إيه؟ عشان نبقى نبقى بس كويسين مع بعض عشان ما نزعلش من بعض تمام كده؟ خلاص يا أساتذة؟ خلاص كده يا اساتذه لام القمريه كده تمام حفظناها بشروطها بالحروف بتاعتها تمام الحمد لله رب العالمين نبدا على ندخل على لام الايه ندخل يا حضرات على اللام الشمسيه النهارده هنشرح اللام الشمسيه ليه سموها شمسيه عشان من الشمس الشمس انت لما تبص للشمس كده بتقدر تبص للشمس ما تقدرش تفتح عينيك ما بتشوفهاش انت بتعمل كده تمام كده عشان كده شموها اللام الشمسيه وعشان برضو كلمه الشمس تمام كده بس ليها شروط احنا خدنا شروط اللام القمريه تعال نشوف اللي شروط اللام الايه اللام الشمسية. كل حاجه لها شروط يا مش كده وخلاص امم الشمسيه حسن خطك يا معزب. عم <applause> معزب دايما بيقول لي حسن خطك حاضر يا عم ماشي اه مش على السطر حاضر والله اهو السطر اهو لكمش دعوه يا جماعه ب بي... بالاستاذ مينا هو من ساعتها خلاص تمام <applause> كده يلا يا اساتذه اللام الشمسيه احنا قلنا هناك ايه ها اللام القمريه مالها <applause> اول حاجه فيها ايه <applause> تكتب وتنطق لا لا تكتب <تصفيق> <تصفيق> <تكتب, <ولا تنتق>. تكتب ايوه شاطور يا محمد يا شاهي تكتب ها وايه ولا تُنطق تكتب ولا يعني لا تظهر في اللفظ تمام كده يلا يا حبايبي حلوين يلا صغارين تكتب وا ولا تنطق تكتب ولا تكتب ولا بكتبها بس ما بنطقهاش تمام كده ده اول شرط فيها أتاني حاجة إيه؟ تاني حاجه ايه تاني حاجه اللام بتاعه اللام الشمسية ما عليهاش اي تشكيل خالص نهائي تمام طيب كده اللام الشمسيه ما بتتشكلش لا لها سكون ولا لها فتحه ولا لها كسره ولا ضمه ولا اي حاجه خالص نهائي اللام الشمسيه ما عليهاش اي تشكيل خالص نهائي بكتبها وما بنطقهاش كانك ما بتشوفهاش ابدا زي واحد ما بقول لك انا مش شايفك اصلا هي دي تمام طيب كده اللام مم. نكتبها نكتب اللام اهي اللام الشمسيه بدون تشكيل تمام كده تالت حاجه يلا الحرف اللي بيجي بعد اللام الشمسيه دايما مشدد يعني ايه مشدد يا استاذ عليه شد الحرف الذي ياتي بعدها ماله دائما ايه مشدد يعني ايه مشدد يا استاذ عليه ايه ها شد تمام كده الله ينور عليك الشمس السماء الشاهد ماشي تمام كده حضرات يبقى أش اللام الشمسيه فيه ثلاث شروط مهمين جدا تكتب ولا تكتب ولا زي الشارع الشاهد الشمس التاريخ تمام كده الثعلب تمام تمام تكتب ولا اللام الشمسية بدون تشكيل ما لهاش اي تشكيلات الحرف الذي ياتي بعدها دائما ايه مشدد عايز اكتب بقى ايه م? يلا كده عليها معزب كده ماشي عشان اكتب عاوز اكتب الحروف بتاعتها يلا تمام؟ يلا الحروف بتاعتها بقى ايه؟ اللي هي رقم اربعه بقى المفروض ماشي؟ حروف اللام الايه؟ حتى انا, أنا حاسس بحد بينفخ مش عارف ليه؟ <applause> كنت بقى مبسوط مبسوط جدا للدرجه من الحصه؟ <applause> ماشي هي اخر حصه واعمل فيها ما اشاء. ام يحيى السلام عليكم. عليك السلام الله يبارك لك يا رب. اللهم امين كل سنه وانت طيبه. معلش الله يخليك وانت طيب يا رب. أوه. انا بس موضوعي خارج يعني الكلام ده بقول لك يعني انتوا طب ما تعملوا نحو الاميه للكبار انا إيه والله والله على فكره انا بس متعلم تمام والله ال يعني البرنامج اقرا للكبار ايضا يا حاجه والله والله يعني للكبار انا أسمع ايوه طبعا انا حضرتك كل الحلقات لو اتفرجت عليها والله هتبقي تمام تمام في في القراءه والكتابه أنا يعني عشان والله ما بعرف أقرأ وما يعيلين قرابة القرابة في ساكتة بس أنا نفسي يجي يعني نحو أمي كده وأتعلم يعني نفسي حضرتك نفسي منين يا حاجة حضرتك منين؟ من أسوان من أسوان فرك الكعب ماشي آه من, أسوان <applause> طب إن شاء الله تعالى يا حجة يعني أنا يعني هشوف حد في أسوان أعرفه ويعمل هناك مجموعة للمكان اللي هو منطقة المنطقة يعني يعني حاجة كده لله تبارك وتعالى ولو أه حتى وصل كمان لنا نروح اسوان اسبوع ولا حاجه ونمرن حد هناك ويدي يعني للناس الكبيره يدي لهم تاسيس انا صح يا ريت يا ريت يا ريت والله ان شاء الله ان شاء الله ياريت وممكن برضه ممكن يا حاجه وممكن تقول الكلمه دلوقتي للاداره دلوقتي اللي انا اعيد من الاول تاني تمام <applause> <applause> برنامج اقرا والله لمحو الاميه وللكبار وللصغار يا حاجه ومتشكرين جدا ان انا الاقي حد دلوقتي كبير في السن وحريص ان هو يتعلم متشكر جدا 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 لاتصالك ولا تتخيلي مدى فرحي دلوقتي ان في ناس كبيره بتتابع البرنامج ونفسها تتعلم مشاهدينا الكبار احنا قلنا مرارا وتكرارا برنامج اقرا للكبار والصغار مش للصغار فقط لكبار السن ومن فاته قطار التعليم تمام يا عم عزب اللام شمس احنا قلنا ايه ثلاث شروط قول كده حد يقول لي ثلاث شروط تكتب ولا تنطق ها بدون تشكيل, بدون تشكيل. ها الحرف الذي بعدها ايه هي هي؟ يكون مشدد برافو عليك الناس والله صحيح والله تمام ونفسي اخد 10 ساعات تمام كده طب حروف اللام الايه حروف اللام الايه اللام الشمسيه حروف اللام الشمسيه بقى حد يقول لي ال 14 كده شوف بقى

نكتبها هنا باقي ولا تحت؟ أحسن. عايزين نشوفه كويس؟ ماشي. الصاد والضاد ها؟ لا ما اسمهاش طه، اسمها طاء وظاء. يلا في حرفين كمان يلا. أيوه. لا طبعا. في <applause> واحد بيقول لي <applause> العين الغين القمرية يا عم. <applause> كم حرف كده؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 قال لها 14 يعني ما غلطناش يبقى يلا يا حضرتك معايا التاء والثاء والدال والذال ها والراء والزاي قولوا معايا سين شين صاد ضاد طاء ظاء لام نون دي حروف اللام اللي ايه؟ اي حرف يجي بعد ال في اول كلمه وفي اسم تمام كده يبقى على طول اللام دي لام ايه؟ لام شمسية ده حروف اللام الشمسية الحروف الشمسية يا حضرات التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي معايا مكالمة السلام عليكم أيوه السلام عليكم وعليكم السلام ممكن بس بعد إذنك نوطي فقط التلفزيون شوية ونسمع من تليفون ممكن أيوه أموريني ألو أموريني أمر أنا عاوز تأسيس تأسيس عربي. ده والله برنامجنا برنامج اقرأ في قناة الصحة والجمال للكبار والصغار حضرتك تشاهدينا وتتابعينا وهكلم الإدارة والله تعيد الحلقات. تعيد يعني لا تعيد الحلقات لحضراتكم عشان تستنفعوا منها وتستفيدوا وتتعلموا حاضر من عين الاثنين هنعيد الحلقات إن شاء الله تعالى من أول خالص من أول حرف الألف وإن شاء الله الإعادة باستمرار وهكلم الاستاذ جمال عبد العظيم وهكلم رئيس القناه الاستاذ عبد الحميد توفيق، ان شاء الله تعالى يعني هيوافقوا على ان هم يعيدوا يعني يعيدوا الحلقات مسجله عشان الساده المشاهدين، متشكرين جدا. فينا. مشاهدين الكرام زي ما شفتوا برنامج اقرا للصغار والكبار، ان شاء الله الاداره الموقره ان شاء الله هتعيد الحلقات ان شاء الله تباعا وبمواقيت معينه مثلا وان شاء الله هيعلن عنها عشان ابنائنا وعشان حتى الكبار كمان. تمام؟ خلاص انا معاذ حراء عم عزب حفظت الحروف حروف اللام الشمسيه تك طبعا عم عزب يعني مش عارف هو وجوده هنا يعني لابد منه بس هعمل ايه؟ انا خلص الحلقه بس وبقى كده أصرفها. التاء والساء والدال يا عم عزب والله بص لو ما حفظتش الحروف دي انت او اطفالك او اي طفل ما حفظش الحروف والله ما هيعرف ان دي لام شمسيه ولا خمريه قولا واحدا تمام كده؟ التاء والساء والدال والزال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد معايا يا معزه ولا لا والطاء والظاء واللام والنون استاذ آه محمد بن عبد السلام محمد عبد السلام معايا يا ريت نجيب الحروف اللام الشمسيه على الشاشه علشان على الهوا الله ينور الله ينور عليك تمام ياسين على على يا معايا السلام عليكم يوسف السلام عليكم لا يقول معانا هو يقول معانا عادي خالص نهائي على فكره يقول معانا عشان هيقول معايا على الشاشه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك؟ يوسف ولا ابو يوسف؟ لا يوسف ان شاء الله. اهلا وسهلا حضرتك كبير في السن <applause> كنت فاكر؟ اه لا يوسف امرني الحمد الله. ربنا يجازيك خير على حضرتك يعمله انا بس والله بقلب بالصدفه لقيت حضرتك شغال فكنت عايز اعرف مواعيد يعني إذا حضرتك يوميا ولا والله احنا النهارده اخر حصه من من تاسيس اقرا بس هكلم الاداره هتذيع تباعا البرنامج مسجل وهتشوفه من اول حرف الياء لحد حرف الحرف الالف من حرف الالف حتى حرف الياء وكمان لام الشمسيه واللام القمريه والتنوين والت والشده وكل ما يخص التاسيس هتزيق القناه هتزيق هتزيعوا تباعا ان شاء الله تعالى. انا عايز اشكر حضرتك على الحاجات دي مع انها بسيطه بس في ناس كبار على فكره ما تعرفش حاجه خالص عنها وحضرتك اكيد عارف بس هو ده للاسف يعني المفروض اللغه العربيه دي نكون احنا ملمين ده ده ده, ده رقم م... المفروض اللغه العربيه دي رقم واحد. اه بالظبط يعني دي لغه القران و... لغه القران ولغتنا وتراثنا. بالظبط ومشاكرين جدا يا استاذنا وكل عام وانتم بخير معنا ام محمد السلام عليكم ام محمد السلام عليكم سلام اموري يا ام محمد ايوه ايوه استاذ محمد ازيك يا ام محمد حضرتك منين انا ام محمد من فين يا ام محمد انا سوهاج سوهاج النهارده الصعيد يعني الله يبارك فيك ويبارك فيك يا رب والله آه. انا حاطلة على كليه وفي حاجات كتيره ما بعرفهاش آه، ان شاء الله تعالى الحلقات بتاعت البرنامج ان شاء الله الاداره بكلمها برضو على الهواء وان حضراتكم تكلموهم ان يذيعوا الحلقات دي تباعا كده كل يوم علشان الناس تتعلم الصغيره والكبيره شكرا يا ام محمد شكرا آه، في فصل دلوقتي آه، مشاهدينا الكرام استاذنكم فاصل قصير وهرجع لكم تاني أو تروحوا بعيد فاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير معلش يا جماعه عشان إيه... الاستاذ محمد الشاهد مش ملتزم النهارده مش عارف في ايه تمام كده حضرات بصوا لي بقى احنا خدنا ايه قبل الفاصل خدنا الحروف اللام الشمسيه ونستاذن محمد بن عبد السلام محمد عبد السلام نستاذنه عشان يجيب الحاجه من الفي تي ار يلا محمد هات لنا كده على الشاشه يلا يا استاذ محمد الكيلاني اللام الشمسيه حلوه بس شقيه ايوه كده إيه. برافو عليك يلا يلا تمام يلا معنا كده اللام الشمسيه حروف اللام الشمسيه يا جماعه يلا ننطقها كده يلا حبايبي يا حلوين يا مقططين ننطق حرف التاء يلا التاء شوفوا نطقت اللام ما نطقتش اللام التاء ها بكسر التي بالضم التو حرف الثاء الثاء الثي الثو حرف الدال أدّا برضو لما نطقنهاش أدي أدو حرف الذال أذى. أذي أذو حرف الراء الرا أرى. أرّي أرّو حرف الزاي الزا أزي أزو حرف السين السّا السّي السو حرف الشين الشا الشي الشو حرف الصاد الصا الصي الص حرف الضاد الضا الضي الضو حرف الطاء الط الط حرف الظاء الظ الظي الظو حرف اللام يلا بينا ألا ألي ألو حرف النون اخر حرف يا حضرات من حروف اللام الشمسيه أن أني النون تمام كده حضرات تمام الله ينور عليكم تمام يلا حرفنا ال 14 حرف ال 14 حرف هما تمام عذب عزب خلاص معانا ام اسلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا ام اسلام اهلا وسهلا بيك احنا متشكرين على المجهود اللي بتعمله والله ده اقل من القليل والله حضراتكم يعني تستاهلوا اكتر من كده بكتير الله يبارك يا رب انا عاوزه أكت... كنت عاوزه اتفكر عن حاجه اتفضلي يا فندم انا عندي بنتي بي بي لما باجي امليها بتكتب صح وكل حاجه بس ايه نلاقيها بت ايه بتمد في الكلمه يعني تعمل الف زياده تمام تمام مثلا حضرتك والله مثلا هبه حضرتك مش هي تقول بتعمل ايه هبه تمام, تمام تمام حضرتك تفرجي الخدمات وبدل السين تكتب صح ايوه ما انا واحده واحده بقى لو لو حضرتك بتتفرجي او ان شاء الله الحلقات هتعاد حلقه حلقه كده ان شاء الله تعالى هنعرفك أوه. ازاي تنطق السين ما تقولش صاد عليها والضاد ما تقولش دال عليها ولا الدال تقول ضاد عليها ولا التاء طاء انا فاهم ال ال الحروف دي في ساعات تقول الساء أيوه. تقولها سين تقولها ساء أيوه. والتاء تقولها طاء او الطاء تقولها تاء فاهم حضرتك تتفرجي على البرنامج وتشاهدي جميع حلقاته أيوه. أيوه. هتشاهدي جميع حلقاته وتتابعي معانا وان شاء الله تعالى, أيوه. تعالى هتبقى تمام حضرتك مش هتيجي تاني أيوه. والله للاسف الشديد ده اخر حلقه في التاسيس ده حلقه رقم 35 احنا خلصنا التاسيس قراءه وكتابه فان شاء الله تعالى هكلم الاداره ان كل يوم تعيد حرف من الحروف وان شاء الله تعالى يعني هتتعاد ان شاء الله تعالى وبرضو لو يعني مخرجنا او الاستاذ متشكرين جدا متشكرين جدا محمد عبد السلام بيقول لنا ان في اختراع اسمه يوتيوب يا استاذ محمد عبد السلام في ناس ما عندهاش نت ليه ما نساعدش الناس احنا يعني دائما كده الناس بتوع الشرقيه كده ده ده ما حد صح ولا لا؟ ماشي يا محمد يلا بقى ندي أمثلة كده على الـ على على اللام الشمسية يلا يا محمد عبد السلام معايا يلا يا أستاذ محمد بن عبد السلام بص لي هنا هنكتب كلمة صنف الكلمات هنخليك تطلع لي الكلمة دي <applause> انت برضه لام قمرية ولا لام شمسية تمام كده أهو صنف الإيه؟ في إيه ناس بتحبش تصنف دي خالص صنف ده طبعا اللي متابع معايا بره فاهمه صنف الكلمات تزعل منها هكتب بعض الكلمات وحضرتك هتقول لي لام قمريه ولا شمسيه تمام كده تمام معنا اسلام الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محسن اسلام ولا ابو اسلام اسلام مع حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك مورني ازاي حضرتك يا استاذ محسن الحمد لله رب العالمين كل سنه وحضرتك بخير كل عام وانتم بخير وانتم بخير احنا بنشكر حضرتك على الحلقات الجميله دي اللي بتعلم بيها اولادنا والله يا ربنا يكرمك والله ده يعني بنحاول نجتهد عشان يعني نعلم ابنائنا واولادنا وخاصه الفتره اللي توقفت فيها المدارس ديت اكيد الاطفال نسيوا فاحنا بنحاول في قناه صح جمال وبرنامج اقرا بنحاول نجتهد ان احنا نوصل لهم معلومه لا والله احنا بنشكر حضرتك يعني انا للاسف متابع للبرنامج يعني في وقت متاخر جدا ولكن عايز اقول لحضرتك ان انك بتعلم الكبير قبل الصغير وبتعلم المتعلم قبل الجاهل والله ده والله يعني الفضل لله تبارك وتعالى اولا واخيرا ثم الاجتهاد احنا كلنا بنجتهد وكلنا بنحاول والله بجد مجرد محاولات اللي احنا نبقى يعني نعلم ابنائنا وخاصه ربنا يبارك في حضرتك. مرحله التاسيس يا استاذ الفاضل مرحله التاسيس اهم مرحله في مراحل حياه الطفل نعم نعم وهي أتعب مرحله بالفعل. تمام آه كل عام وانت حضرتك شكرا جزيلا على والله اللي بتقدمه انا اللي انا انا اللي بشكرك والله عشانك آه اللهم امين يا رب متشكرين جدا يا فندم متشكرين جدا ربنا يبارك لحضرتك متشكرين جدا يا فندم كل سنه وأنتم آه طيب مشاهدينا الكرام زي ما حضراتكم شفتوا أنا عارف والله حتى مشاهدينا مش من القاهرة ولا من من محافظات ولا من الصعيد ولا من مصر فقط، والله من المغرب على والجزائر والمغرب وفلسطين والأردن، الحمد لله رب العالمين برنامج اقرأ مسمع في كل مكان عشان هو للصغار والكبار. آه يلا تدريب ده تطبيق سريع كده اسمه صنف الكلمات، يعني ايه صنف الكلمات؟ أنا كل, كل كلمة حطها في لام قمرية ولا في لام شمسية. هعمل كده. يلا كده معايا يا عم عزب هكتب الكلمات الأول وهنا إيه؟ أه لام قمريه، القمرية قمريه أهي ولا قال إيه؟ الشمسية، هكتب بعض الكلمات يا عم عزب وتقول لي دي قمريه ولا شمسية بالحاجات اللي إحنا خدناها تمام كده؟ المدرسة يلا عشان ما يزعلش الغالي، الغالي أهو ماشي معنا الأستاذة هناء السلام عليكم الحمد لله رب العالمين سلامة طيبه ايوه انا مدرسه لغه عربيه اهلا وسهلا يا فندم اهلا وسهلا بحضرتك <applause> طب ممكن يا استاذه هناء م... <applause> من حضرتك استفاده كبيره جدا شاكر جدا والله ده احنا بنتعلم <applause> مع حضراتكم والله طب يا استاذه هناء استاذنك بس نوطي بس التلفزيون شويه ونسمع تسمعينا من التليفون استاذنك معلش حضرتك اخر حصه تاسيس ايه رايك يا فندم مح... يعني حضرتك مدرس لغه عربيه ايه ما... رايك في... في برنامج اقرا وحصص التاسيس؟ حضرتك مش و... طب ممكن بس يعني حضرتك يعني تقف في حته فيها شبكه شويه عشان بس اللي... اللي للاسف الشديد شبكه واقعه شويه طيب انا استفدت بصراحه اول مره اشوف الحلقه بس استفدت استفاده رهيبه بصراحه ربنا يخليك يا فندم احنا بنتعلم منكم ده هي اهم مرحله مرحله التاسيس اللي هي هتوصل الطفل لحضرتك حضرتك مدرس لغه عربيه لما الطفل يتاسس صح هيدخل لحضرتك في في رابعه او ثالثه ابتدائي هيكون عارف حاجه ومتاسس كويس. انا نفسي آه كل سنه وانتم يا فندم واحنا برضو نتشرف بحضرات بحضراتكم في اي معلومة حضراتكم تفيدونا بيها احنا برضو تحت امركم شاكرين جدا يا السلامة أه الاستاذ محمد ممكن دقيقة بس عشان نخلص التطبيق ده انا عارف ان المكالمات كتير جدا ده ماشي المدرسة الغالي محمد عبد السلام الغالي ماشي تمام اهو والله ما حزعلك اهي ده أهم أهم برضه حد برضه للسعلاء. تمام <applause> كده؟ نبنى... طب أم مكة السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. لو سمعتوا في تأسيس انجليش والله أنا كلمت الإدارة في تأسيس الانجليش وإن شاء الله تعالى يعني الإدارة بتدرس الموضوع ده وهتشوف حد إن شاء الله يبقى في تأسيس الإنجلش إن شاء الله. شكرا يا فندم متشكرين جدا يا فندم. طب ممكن أستاذنا بس محمد كيلاني نخلص التطبيق ده؟ المدرسه والغالي والشرقيه لسه لسه ما كملناش ماشي اه هنا اهو يلا يا حضرات كده في خمس كلمات اهو اه تمام نكتب كمان كلمه ولا ايه؟ حلوه قوي كده يلا ال ها ال اهي ال مدرسة الغالي الشرقية بتاعت محمد عبد السلام الصحة الجمال طبعا أبنائنا يستهجوا الكلمة يا أستاذ محمد شاهد متابع بس يا الله يهديك ماشي عشان نعرف نخلص التطبيق ده يلا اقرأ كده يا محمد الشاهد يلا شوف في محمد الغالي محمد الغالي يا جماعة قال ما ما لا هي أستاذ ما اسمهاش الماء، اسمها الماء، الميم مرققة، الميم مرققة نبتسم فيها، الماء اسمها الماء الميم مراققة الميم مراققة المدرسة. آه عايزين نصنف الكلمات دي يا محمد يا غالي؟ واحدة واحدة، اختار لي بقى أنت شوف لي هات القمرية إيه والشمسية إيه؟ يلا محمد يا غالي، يلا. هم؟ أول حاجة أول كلمة في القمرية إيه ولا شمسية؟ يلا. يلا يا أستاذ محمد. الله ينور عليك ليه بقى ليه لا ما هو لابد تبقى انت عارف لا وليه ما هو ليه يا جماعه الاستاذ محمد الغالي او محمد عبد السلام اللي من الشرعيه بيقول لي هي انا عارفها كده خلاص بشكلها كده هي لم خمريه طب انا عارف في شروط يا حبيبي الله ينور ايوه تمام محمد علاء جاوب صح برافو عليك يا علاء قال لي علشان الـ ال نطقنا اللام وعلشان قال لي الميم من حروف اللام القمريه وعليها فتحه قال لي شروطها كلها قال لي دي من اللام القمريه علشان في شروط قال لي شروط اللي انا نطقت اللام ال والحرف اللي بعدها متحرك ومن حروف اللام القمريه برافو عليك يا علاء المدرسه خلاص لام قمريه هم. تبقى الغالي ايه ليه يا حبيب والديك الله ينور عليك الله ينور عليك يا محمد يا ابن عبد السلام مبدا محمد عبد السلام النهارده الغالي تمام كده علشان قال لي نطقنا اللام والغين من حروف اللام القمريه ومتحرك الغالي طب الشرقيه يا محمد ليه الله ينور عليك قال لي الشرقيه فيها لام لام شمسيه دي لام شمسيه اهو يلا يلا طب نسمع بقى علاء ماشي طب نخلص الاول يا علاء علاء نخلص الشرقيه الاول الشرقيه من لام شمسيه ليه قال لي ما نطقناش الايه اللام والشين من حروف اللام الشمسيه ومشدده يبقى اش اش الشر قاف الشرقيه تو قال لي ان لما نطناهاش الش والشين مشدده يبقى الشرقيه لام شمسيه تمام كده والصحه بقى يا محمد ليه يا حبيب والديك الله ينور عليك يا حبيب والديك قال ايه الصي قال لي ما نطقناش اللام الصي والصدم من حروف اللام الايه الشمسيه ومت ومشدده يبقى الصحه تمام كده؟ يبقى خلاص خلصنا من دي. طب الجمال الله ينور عليك يا حبيب والديك. ليه قمرية يا حبيبي؟ ايوه ال جمال قال لي محمد قال لي نطقنا اللام والجيم من حروف اللام الايه؟ القمرية الجمال تمام كده حضرات كده تمام نيجي بقى ايه؟ كلمات عشان اللام الشمسية ننطقها وعشان نقطعها. ما قطعناش احنا حل المقاطع صوتية لام شمسية يلا بينا يلا كده يا عم عزب كده التطبيق كدا صورة كده التطبيق يلا كده قبل ما نمسح يلا يا حبيبي والديك شطور إيه أهو يلا تمام كده يا عم عزب شطور يا عم عزب عم عزب النهارده والله مبدع النهارده معانا يا حضرات يعني نفسه معنا جانا السلام عليكم السلام ورحمة الله ايه ده ابو جنى السلام عليكم الو جنى ازيك يا جنى الو جنجن ممكن بعد اذنك نط... نطفي قصدي نوطي التلفزيون شويه لا نوطي بس التلفزيون شويه ونسمع من التليفون ممكن ماشي يلا يا جنجن الو ايوه حبيبتي انت في سنه كام عندي كام سنه عندي كام سنه يا حبيبتي عندي 8 سنين طيب عندي 8 هكتب لك كلمه وهتقولي لي ان هي كلمتين او ثلاثه وتقولي لي ده لام قمريه ولا شمسيه تمام يلا يلا حبيبتي يلا انطقي الكلمه دي يا حبيبتي كده قمريه طب ننطقها الاول يلا يلا حبيبتي كده اقرايها كده يلا الكلمة على السبوره اهي باينه اهي اظهرها كويس يا عم عزب بس بس كده يا عم عزب يلا يلا حبيبتي على الشاشه اهي ايوه ايوه هاء ساكنه ما ينفعش ننطقها لوحدها ننطقها مع الف لا لازم حد يسندها ايوه ال يلا ال طب خدي الهاء مع ال الأ... خدي الهاء مع الالف خدي الهاء مع الالف الأهرى. ايوه عسل ها مال. يلا حبيبتي مال. لا مثلا بصي ما ما الميم دي يا حبيبتي مراققه ما يلا ما ينفعش ما ما يلا حبيبتي مال. ايوه الله ينور عليك يا حبيبتي والدي الاهرامات 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 دي لام قمريه ولا شمسيه؟ قمريه برافو عليك ليه بقى؟ قولي لي بقى انت كنت بتتفرجي على الحصه دلوقتي قولي لي لام قمريه ليه؟ عشان الف ما عليهاش سكون والله <applause> يا حبيبتي اللام ماشي الالف دي معلش همزه ماشي اللام اللام عليها اللام عليها سكون ونطقناها أول حاجة اللام على سكونه إيه؟ وطأناها والحرف اللي بعد اللام يا حبيبتي إيه؟ حرف الألف وحرف الألف دي من حروف اللام الإيه؟ القمرية القمرية يبقى الأه الأه أه. 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 رامد طب طب فيها فيها مدود الكلمة دي يا حبيبتي؟ إيه؟ فيها مدود فيها مد؟ آه فيها, فيها مد بالإيه؟ بالألف الله فيها مدين على فكره مش مد واحد. طب الالف الاولى دي ماده مين؟ ماده الميم ولا ماده الهاء ولا التاء؟ ماده مد... الراء ده ده المد الاولاني والمد الثاني ماده مين؟ الميم. الميم الميم يا حبيبتي الميم أنا ميم انا قلت مين؟ شكرا شكرا يا حبيبتي شكرا متشكرين جدا تمام كده طب عايزين كلمه ثانيه يا معذب؟ هم؟ هنكتبها وتنطقها لي كده ونقطعها لمقاطع صوتيه ماشي يلا يا حبايبي يا حلوين مقططين حد ينطق لي الكلمه دي كده على الهوا يلا حد معايا خطا فادح خطا فيه الاستاذ محمد كيلاني قال لي ايه التاريخ بص يا امال مين نصر الشاهد معلش اللي معرفش ينطق بيقول ايه بولي... التاريخ في حاجه احنا خدنا التنوين امبارح وقلنا التنوين ما ينفعش يجي مع الالف واللام نهائي الاثنين الاثنين اه كان غايب امبارح معلش حميد على رجليه تمام كده يلا يا حبايبي يا حلوين مقططين التنوين بيكره الالف واللام والالف واللام بتكره التنوين اي كلمه يا حضرات فيها ال شمسيه او قمريه ما ينفعش انونها ابدا خلاص ما ينفعش تاريخ نهائي لو شلنا الالف واللام ماشي ننوم براحتنا الالف واللام ال تعريف ديت عدو مين التنوين يلا كده في اهوت الف ولام شمسيه اهو بعديها يا استاذ محمد الكلام انت وراك حاجه؟ لا احنا ما وراناش انا عاوز اقعد 10 ساعات النهارده اخر يوم ومش عايز اسيب الناس ماشي تاء شده وفتحه التاء الشمسية تاء شدة وفتحة التاء اوعى تنطق اللام شمسية التاء ما تقولش التاء 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 كسرة أتا. ري التاء ري بعدها مد بالياء الت ري خو تمام كده؟ تمام؟ تمام عايزين نحللها مقاطع صوتية يلا كده يلا يا زيد أو زياد ايوه قال لها أنت حفظت بقى، ذاكرتك يا جماعة زياد زياد بسم الله ما شاء الله يعني تمام أصل حضرتك إيه؟ هو حسن، النهاردة مبدعين النهاردة يا جماعة، بصوا قال لي إيه على طول؟ لقط على طول لقط على طول. لقط على طول الكلمة، قال لي أول لام الشمسية أول ثلاث حروف على طول. أهو بصوا اللام القمرية أول مقطع فيها اثنين، اللام الشمسية ثلاثة، أهو أت وقط على طول. طب بقى كده إيه؟ الله شوف عمل ايه ما نسيش ان التاء مشدده قال لي التاء دي اتنين.. تاء ايه وتاء ايه تاء ساكنه وتاء ايه متحركه اهي ولا تزعل ما عملتش بصابع حاضر حاضر يا عم حسن <applause> انا عارف انت عاوز تقول كده اهو تمام كده قال لي لا انت ناسي ولا ايه انا كنت هكتب على طول كده طب التاء دي معاها ايه تاء لوحدها واقطع في التقطيع الله ينور عليك قال لي ايه قال لي تا يا استاذ بعدها مد بالالف والمد مع الممدود دايما اهو طبعا انت ما كده التاء تمام كده واقطع يا جماعه تمام كده طب الراء اه بلاش كلمه الراء دي الراء الراء هم. الراء اهي لوحدها الله ينور قال لي الراء معاها الياء قلت له ليه قال لي المد مع الممدود في تقطيع الم... تحليل الكلمات الصوتيه المد مع الممدود تمام كده؟ وبعد كده الخاء هي لوحدها. يبقى بص بص زي ما بنطق بالضبط ها؟ ات انا بنطق كده اهو ات تا ري خو كم مقطع؟ واحد اتنين ثلاثة أربعة تمام كده؟ باقي حاجة واحدة معلش يا أستاذ محمد كيلاني باقي حاجة واحدة بس أنا حللت المقاطع الصوتية صح؟ حللت الإيه؟ لمقاطع صوتية عايز بقى إيه العكس بقى عكس تحليل المقاطع الصوتيه ايه؟ ايوه الله ينور دمج المقاطع الصوتيه ادمج المقاطع الايه؟ المقاطع الصوتيه عاوز نجمع المقاطع الصوتيه دي هكتب انا مقطع الصوتي وانت تجمع لي هكذا تمام كده؟ ماشي ده الكلمه متحلله لمقاطع صوتيه تمام كده عايزين ندمج هذه المقاطع ونكون كلمه يلا الله ينور عليك اكتبها ازاي بقى صح كده الله ينور عليك كده غلط في شاء شين ساكنه وشين متحركه يبقى ايه الله ينور عليك الناس النهاردة يا جماعة بسم الله ما شاء الله تمام كده قلنا ايه الشاء بعدها مد بالالف ايه شاء قال لي في هنا خدت بالك في هنا ايه شين ايه ساكنة وشين ايه متحركة وقبلهم الف ولام يبقى الشاء يبقى شدة وفتحة يا أستاذ الشاهد تمام كده أكتب كلمة تانية آخر كلمة آخر كلمة يا علاء اخر كلمه يا استاذ علاء انا مش عارف يعني ان الواحد يسيب يعني التعليم ده يروح فين ماشي <applause> يروح الكنترول <applause> والله العظيم يا يا بجد يعني النهارده الناس مبسوطه فيا كده ليه مش عارف عشان مش عايز اخلص مش عايز اسيب الهوا خالص والله <applause> تمام طيب آه بص انا هكتب كلمه يلا انت انت يلا ده مقطع او مقاطع صوتيه لكلمه الله ينور اكتبها ازاي بقى صح اهو. غلط كده الله ينور عليك في سن هنا ايه ساكنه وسين متحركه وحرف السين من حروف اللام الشمسية وبأس أس السلام تمام كده حضرات اللام القمرية واللام واللام الشمسية كده تمام تمام يا حضرات ما ندي التاء التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء سريعا باقي كتير يا استاذ محمد استاذ محمد مش حد... تمام يا حضرات ان شاء الله تعالى نحط الحاجه دي على اليوتيوب ان شاء الله تعالى ان انا عاوز افرق ما بين التاء المفتوحه والتاء المربوطه والايه وهاء الضمير في دقيقه واحده بس معلش برضه مش هسيبها لان انا اليوتيوب ده <تصوح> مش ضامن اليوتيوب بعد كده <تصوح> عم عزب ايوه <تصوح> مش حاطه <من> انت <تصوح> يلا عاوزين نفرق بين التاء المفتوحه اللي في آخر الكلمة والتاء المربوطة وهاء الإيه؟ الضمير أو الهاء الهاء في آخر الكلمة تمام كده؟ سريعا سريعا كده لما حد يمليني أقول لي إيه؟ التاء المفتوحة كده أهي مثلا يعني مثلا مثلا تمام أو مثلا أو مثلا أهي أنا و... وأنا حد بيمليني أنا ما أعرفش بجد يعني مش هعرف إن دي تاء مفتوحة ولا تاء إيه؟ تاء مربوطة هعرفها إزاي؟ أعرف إزاي؟, إزاي يا أستاذ؟ واحدة واحدة بس واحدة 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 أهو وهنعرف حاجة بسيطة جدا عشان تعرف إن دي تاء مربوطة ولا تاء مفتوحة تمام كده ولا هاء؟ التاء المفتوحة اللي هي بتيجي في آخر الكلمة ده أهي ده أهو اللي إحنا اللي إحنا قاصدين عليها دي التاء المفتوحة اللي بتيجي في آخر الكلمة تمام؟ لو سكناها هتتنطق ايه؟ تاء ولو حركناها هتبقى فتحه او كسره او ضمه ها؟ هتبقى تاء برضه نسمع صوت حرف التاء اهو شوف اقرا إيه اقرا كده خرجت طب بنت بنت وبنته في السكون تاء وفي ال يعني حركناها فتحه او بالكسره او بالضم هي تاء ما خلاص هي دي اخر حاجه اخر دقيقه يا استاذ محمد الكيلاني تاني الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء لو لو حد بيمليني ونطقت لقيت التاء ساكنة والتاء متحركة هي تاء بتنطق تاء يبقى تاء مفتوحة خلاص كده؟ نحط لها سكون نحط لها ضمة أو فتحة أو كسرة في الحالتين اتنطقوا إيه؟ يبقى هي تاء مفتوحة خلاص كده؟ تمام التاء المربوطة لها حالتين لها إيه؟ في السكون مثلاً شوف مدرسة تو في مع الحركة بتنطي التاء مع الحركة مع السكون ها بتكتب تاء الكتاب برضه تاء بس تنطي ايه ها ايوه في السكون تتنطي هاء ها وفي الحركة تتنطي تاء يبقى لو تنطق التاء في الحركة وهاء في السكون يبقى تاء مربوطه. خلاص كده؟ يبقى التاء المفتوحه في الحالتين الحركه والسكون بتتنطق تاء. عشان, عشان الاملة عشان اولادنا. والتاء المربوطه في السكون لو سكناها تنطق ايه؟ هاء. مدرسه القاهره القليوبيه الشرقيه هاء. ولو حركناها تنطق ايه؟ تنطق تاء مدرسة مدرسة مدرسه تمام كده طب الهاء الهاء في جميع الحالات تنطق هاء الهاء في جميع الحالات في السكون والحركه تنطق ايه مثلا ايه هم. اقرأ كده اقرأ آخر كلمتين وجيه وجه ده في السكون هم. في السكون وجي ها ايوه يبقى الهاء عشان نعرف ان هاء ولا لا ما لهاش اولا أو ما لهاش نقطتين تمام كده وفي الحركه والسكون تنطق هاء تمام كده صعبه اولى ثانية؟ اراجع ثاني بسرعه طبعاً. اراجع ثاني اراجع تمام كده يا حضرات للاسف الشديد والله عظيم حزين ومش عايز اسيب الهواء والله منش عايز اسيب فعلاً التعليم انا يعني لو قعدت بالساعات اعلم ابنائنا مش هزهق خالص نهائي مشاهدينا الكرام بكده خلصنا المرحله الاولى من التاسيس وتعليم القراءه والكتابه ان شاء الله تعالى آه نلتقي ان شاء الله تعالى حضرات آه في آه تاسيس آه القواعد الاملاء وتاسيس في النحو ان كان هنا في في القناه او على يوتيوب مشاهدينا الكرام اشكر جميع زملائي حقيقه من اكبرهم الى اكبرهم عشان مش حد صغير اشكرهم جدا لتعاونهم معنا واشكر حضراتكم لحسن متابعتكم والى أن التقي بكم ان شاء الله تعالى في حلقات قادمه اترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته